祝贺峰会成功召开。فخامه الرئيس بوتين المحترم، زملاء اعزاء، اهني الجميع بافتتاح القمه. ممتن لفخامه الرئيس بوتين والجانب الروسي مترأس في قمة لتنظيم عمل القمة بشكل رائع. أنا متأكد أن فعلا جهود مشتركة قمة في كازان ستسمح لنا أن نحدد اتجاهات التطور والتجمع البريكس ولفتح صفحة جديدة لتطور مجموعة البريكس في إطار جنوب والشرق العالميين. اليوم العالم هو في مرحلة جديدة من التقلبات وتحولات. نحن أمام خيار محوري ليكون العالم اليوم مالي بتقلبات، وهذا يذكرني الكتاب كاتب الروسي تشيرنيشيفسكي، ماذا نعمل؟ وفيها المطلع الرئيسي زهر النية الشديدة في تحقيق أهدافه. هذا هو قوة الروحية ضروري بالنسبة لنا، بالنسبة للتجمع. كلما أصعب فترة تاريخية نحن علينا أن نظهر القدرات أعلى لتطوير التعاون على مستوى عالى. من الضروري نقدم جدول الأعمال السلمي من أجل الأمن الجماعي، لأن إنسانية تعيش في نظام العالمي وأمني لا يتجزأ، وفقط من خلال هذا النظام يمكننا أن نوفر الظروف للحياة كريمة. وفي سياق الأزمة الأوكرانية، الصين ودول الجنوب العالمي شكلوا المجموعة الأصدقاء السلام، وهي مكرس لجمع الأصوات لصالح سلام. من الضروري هي تحل الأزمة على أساس عدم التداخل ومنع مزيد من التواتر في الأزمة. من الضروري أن نتوجه تجاه تخفيض التواتر، وفي قطاع غاز نشاط تدهور الوضع في المجال الإنساني. من المهم أن نتواصل إلى وقف إطلاق النار والقتل، ولازم نبذل الجهود كله لصالح القضية الفلسطينية بشكل عادل. من الضروري نقدم جدول الأعمال الابتكاري لمجموعة البريكس، حقا اليوم نحن نشهد تطور سريع لمجال العلم والصناعة، وهذا يطلب منا أن نكون على عهد الموت من التطور. مؤخرا في الصين تم إنشاء المركز البريكس للتعاون في تطوير التكنولوجيات والذكاء الاصطناعي، وفي التعاون نحن نريد نتعاون مع جميع الأطراف لنفتح مقدرة الذكاء الاصطناعي. والصين ستنشأ المركز الدولي للبريكس لإجراء بحوث المياه العميقة، ونحن سننشئ المركز لدراسة موضوع المناطق الجارحورة، وأيضا مراكز لرفع تعالي الكوادر. ونحن سنكون المسرورين لمشاركة جميع شركائنا بشكل نشيط في هذه المشاريع، الأمر الذي سيسمح لنا لننتقل إلى مستوى جديد من التعاون.
من المهم أن نقدم إلى أمام الجدول الأعمال الخضراء والتطور الخضراء. هذا هو يعني التطور الإيجابي والتطور الطبيعي لعالمنا، وكل دول لازم تندمج إلى هذه العملية. وأن إنتاج الصيني بتكنولوجيات العالية فيما يخص في مجال الكهرباء والطاقة يعطي دفع إيجابي لتطوير البرنامج الخضراء في الاقتصاد العالمي.